السلام عليكم خوتي متابعين قناه يونسي 390، كي دايرين؟ انا ياكشي مزيان. البلان ديال هذه المره غادي يكون فيديو المحتوى ديالو كيهضر خصوصا على معاناه الشباب المغاربه اللي منا كنشوفوا البطاله، عدم تكافؤ الفرص، تفكير في الهجره. المهم اخوتي الفيديو ديال اليوم ما عامر شي حاجه اللي ضرنا بزاف حنا الشباب المغاربه. يلا نخليكم مع البلان نشوفوا كيفاش داير ونتلاقاو في الفيلم. انت زعما المستقبل ديال المدينه في تيجي نشل من غنخليوه. وي فين هو المستقبل هذا؟ المستقبل ما كاين لا خدمه لا والو. هما الدراري كنعرفهم شادين الباك، عندهم باك بليس 3 وما دايرين به والو، هما مريحين. خاص الفلوس اصاحبي. بركه من التمثيل وبركه من المسرح وبركه من السينما. مغاربة راه 50 عام هادي ديال المسرح ولا 60 عام، فهمتيني؟ نزلوا للواقع، سيروا للقرى، شوفوا الدراري الصغار يعني المدارس في الغيس وفي البرد، بلا سراول بلا صبار. لا بالك دير لي في الكورنيش وفي مارينا، سير هود هما الدواور هنايا، باقي الناس ساكن ما عندهمش حتى الضوء، ما عندهمش حتى مدرسة فين يقراوا، ما عندهمش حتى فرملية دوك اليوم بريدة عطاتو الفعا ولا عطاتو عقرب ولا عطاتو طوبة، فهمتي؟ على بالك دير لينا مارينا، عندنا اليوخوت، حنا المغاربة عندهم اليوخوت. كل واحد عنده يخت باب ب 20 مليار يجي يحطوك تما، والمغاربه مساكن راه كيمشيو يشريو غير صندره ديال الشين ب 10 دراهم باش يدوز لها. ما بين تفيق مع الخام الصباح زوج طوبيسات خاطر تسد توصل لخدمتك، ومن واحد يفيق لقى الكونتاك ديال الطوموبيل و 500 درهم، وكاين فرق ما بين واحد فيق امو مخلي ليه فلوس وبين فيق تلقى امك مكعيا ورقه ديال الضو حيت جات غالي. بلاد ما عطاتنا والو اخويا، كلشي جاي غرب. مشاكل الوالدين بوفري مقود عليهم، كلشي مقود عليه. شنو هو دير؟ تخرج تخطف تدير عباد الله التليفونات ما جاتش. واد بلاد انا فهمت من دابا نكتي لينا تم، انا ما بقاش نطير دابا نمشي بحال هادشي. انا يعني البلاد هادي ما بقيتش حامله ندير اخويا نوض، ماشي مغربي انا. شوف راسك حتى شي حاجه، بقا تلقى الشركه اللي هي بسيطه ما يعطيك والو، وبالمعرفه الا بغيت تخدم او لا تدور معاهم عادي باش يدخلوك تخدم في ديك الشركه. ما خلي حتى شي قنص، انا عاد جيت يلاه من طنجه والقصر ما كاين حتى شي حاجه غير الجوع. غير ما لقيتش حتى باش تركب، ما عندكش التران طلع يهبطك منها. التران زادوا داري فيها البوليس سيكيريتي، ما هما عندك كريت بات شريت مدار. بنادم كينعس في الزنقه كيفاش ما كايناش، شحال من واحد ناعس كينزلوا عليه بني ستاره كيصدق مخسر في وجهه ما داير والو. بنادم كينعس بالكرتون الشتا والصيف والبرد وكل شيء على ظهره. والمخزن كيتحقر علينا بزاف، الحكومه انتم كتشوفوها كلهم غير الشفار. هنايا تشرد بزاف، كيموتوا لنا الدراري هنايا بزاف. هاد البلاد هادي ما عندناش الحق فيها، ما عطيناش القانون، ضيعنا هنايا وحنا مكفسين هنا بزاف وباغيين نمشيو لاوروبا ان شاء الله. انا خدام دابا تنتقاتل صابر للذل والحقره وبزاف ديال الفلوس. هاني على روسيا شو نادي، كلشي غير خويا المغرب، باي باي المغرب. ما هو خدي لا حق لا والو، اختي نكذب عليك خدام اختي. هاد البلاد هادي شفاره، شفاره هاد البلاد، لا صنعه لا فلوس لا والو. بنادم كيمشي كريس يمشي ياكل خبزه ما كيلقاش، بنادم كينعس على الكرطون. الرساله اللي تبغي توجه للحكومه، الحكومه ديروا لنا مدارس كلشي بحال بحال، ماشي واحد كيقرا. هذاك الاستاذه كتقول لك نتوما خاصكم تحيدوا ولاد المدارس، خاص يجي ولاد اللي كيعرفوا يقراوا، خاص كلشي يكون متساوي، ماشي واحد طالع على واحد في المدرسه كيقرا ب 40000 ريال، واحد كيقرا فابو وكياكل العصا. دير لهم ترانسبور، حنا كنفيقوا مع السبعه الصباح كنمشيو على رجلينا كنفيقوا بالظلام. واحد كيجي كينعس ترونسبور غادي ناعس جاي ناعس، حنايا ديما غادي معذبين. كنقول لهم يحسنوا لينا الوضع في هاد المغرب. ما باغيش نعيش في هاد البلاد، انا باغي نمشي نعيش في اوروبا. انا نحيد جنسيه مغربيه من الاخر. الشعب كلشي باغي يحرق، شنو هاد الدوله هادي؟ الحقره وبنادم كيتحاول كبير كياكل الصغيره، هادشي اللي قايل. هادي كيفاش؟ هاد الشعب هذا كامل خاصو يمشي للبحر يموت. الله يلحقني على امي، كيمشي هنا الشم، الا ما لاقيش ميوكل ولادو برك كيبقى عليا. فلان كي غندخل الدار حليب وليكوش ما عنديش، اقسم من سم الرحمن. السيد كتلقى السيد كيطلع في الفيقه، بنادم عنده خمسة دريب با كيبكر المقد، رد المقدرة يخدم ولا كاع ما يخدم، وكاري ولادو كيخرجوا بالسيف يقول لك الدري كيما قال لك الدري والبوي حشار، قال لك راه بنادم يرجع للإجرة ويكمي الشيرة وكذا، راه ضروري يكميها. كتلقى أنت باك ما خدامش كتطلع ما عندكش، الآخر راه كتلقى الدردورة على الكراكشو، كتلقى فيها الناس في شكل على الناس ديال بوهديلة وبوي حشار بحال الكراكشو بحال السلوث بحال المجد وكذا. كتلقى بنادم لابس ديك سبرديلة ب 80 ألف فرنك حتى ضرب ب 30 درهم ما كتلقاه. ملي يكونوا السبيطارات مداوا فابور
نخلو كلشي فابور الا كنشوف بزاف ديال الحوايج اللي ضروني كيفاش غندير ولاد كيفاش كنقولها وكنعاودها انا اكثر واحد دافع سيفيات في المغرب وكنتحدى العالم شي واحد يكون دافع اكثر مني في المغرب كندفع 30 سيفي في النهار جميع ربع المملكه عندي باك بلس 2 كانوا يعني تيوهمونا ايام الدراسه انك غتاخذ الباك وكنشقوا بحياتي من بعد الباك وكذا 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 انك غادي تخدم واحد الوظيفه وغادي يعني تحمل واحد المسؤوليه على اساس انك يعني غتخدم وغدير الفلوس ويعني تعيش بحالك بحال الناس الاخرين. الحاجه اللي كنعانيو منها وكيعاني منها الشعب المغربي كله هي الزبونيه والمحسوبيه. الزبونيه والمحسوبيه باك صاحبي شفار كلش شفار ما عندي لا والو لا خدمه لا دراسه لا والو نجيني تجي شدك جوان تجي شدك جوان شدك لا ما خوين حرق نشوف وحيلا هذا هو حيلا عيش هذا ونمشيو للجنة هذا هو خي عيا وما يشي هذا ما دوم الحاقة غامرة 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 احنا باش نموت غامرة احنا هنايا مغامرة علاش نموت بعرقة لا ما تريسكي تموت تلقى وحدة ولا تسهر ولا تصور خاطرها هاد الدري هذا تا هو راه باك وقرا في لافاك عامين بحالي تا انا وكرا ما عطاتنا هاد البلاد والو عيانا ما ندفعو البولي الحياة اللي تتبقى له هي هادي هي اللي تتبقى له وعاد شنو عيا باع حوايج وسرق مشى للحبس طاب شنو غادي يدير حسن بقات لي فرصة وحدة هو يجمع حوايجو يشوف فرصة ثانية عاوتاني في حياته حيت هاد الأرض هادي كاين ولا شوية الباطل بزاف بنادم جوج جهدرات تيتم غادي عند الوقت باش يدبر عليه شي يجي ويديو السلامة خويا البلاد راه ولينا بحالنا مع الشوق ولاو غامطين علينا ما عرفناش خويا منين هادشي مرضنا اخويا انا لا طايب انا السبيطار الحمق وليت نشوفو معاهم في هاد البلاد اخويا بحال انايا اش نبقى ندير وانا يقولوا لي حرقه نمشي اخويا اش نبقى ندير انا مبارك ويلي تقارنا 40 سنه اش بقى لك زعما عاد تدير مستقبل وعاد تولد ولاد صافي اخويا راه فينا بحال العالم الساعه فين نبقاو غادي وري شي واحد باقي باغي يتزوج شي وحده باغا تتزوج وري شي واحد باغي يخدم شي واحد باغي يقرا ما كاينش دوك اللي في الوزاره وفي البرلمانات وداك يقول لك حنا زعما هما ويعني اتقوا الله اتقوا الله ما تكونوش مجرمين راه هادشي اللي كديروا ديال المجرمين ديال الكريمينال فهمتيني هادشي اللي كيديروا والله العظيم ديال المافيا الكبار انا كنشوفو يعني حنا راه ماشي كنرضعوا صبعنا انا راه درنا العالم كامل وكنشوفوا شنو كاين هادشي اللي كيديروا هما ديال المافيا الكبار ويا ريت يوصلوا للمستوى ديال المافيا انا كنعرف المافيا في دول يعني اوروبيه وكذا كيخدموا الفقراء كيصابوا لهم مدارس ويصابوا لهم سبيطارات ويصابوا لهم ملاجئ ديال الايتام ويعطيوهم مناح ويساعدوهم هادو هما ساخط مجرمين بدون رحمه واقع دابا ماشي في صالح ديالنا حنا الشباب حنا كنموتوا عرق بعرق دابا والله الا كنموتوا عرق بعرق خصك تخدم خصك دا خصك الا بغيتي تخدم كتشد الباك خصك 4 المليون الا بغيتي تخدم وفي الاخر ما كاين والو واخا تدفع الفلوس كيمشيو والو بلاد صافي مشات واش ندير على وجه الوالده ما تنبغيش كاع الادي راسي ما بغيتش كاع نقصر راسي تنقول اللهم اضرب الحمي وما نقصرش راسي يعني الروح عزيزه عند الله راه تسول اي واحد يقول لك الدري الله يعمر هذا باش يخدم على راسو ماشي يدي ديال الناس ماشي شمكار غير الظروف اللي جعلها شي يكون بحال موكا كونسيرت هادشي اللي كتشوفني بحال موكا انا ما كرهتش نتبدل ولكن تشوف الحاله ديال الله واحد الفئه يديروا ليها هذا راه باقي شي قرا واد شحال واحد باقى صغار شي خمور الحريقه تحيدوا البليه من هاد البلاد انا واحد ندوق من البليه راه شي تقطع راه ماشي حنا اللي غنقطعوا راه نتوما اللي غتقطعوا داك الشيء راه كتضربوا من الجزائر يعني كون ما كانش داك الشيء تخلي نتوما يدخل حنا ما نديروش هاد لاك طا والطومين هو راه عايشين فيه حنا اول حاجه الحريق علاش منهم تيحرق نقول لك علاش منهم كيحرق راه ماشي بقضية ديال الفلوس ولا شي حاجه راه قضية ديال الكرامه بنادم عايش بلا كرامه في هاد البلاد هادي القوية كل الضعيف فهمتيني السلطه ديال الكبار راك عارف كيستغل عليك انت المواطن اللي ضعيف يعني كون كيوفرونا بعدا غير شروط ديال كرامة البنادم انه يعيش حر في بلاده ماشي مشكله يعني راه كما قال لك نصبروا على اي حاجه فهمتيني يعني ما مفرقش شي حاجه السبيطارات ما كاين والو فهمتيني الخدمه ما كايناش التعليم ما كاينش ما زادوا دابا ديرك بغريره والروينه في التكوين المقرر يلا قول لي شنو ها احسن عوان هادو اللي جايين من مورانا اخي ما حنا غنمشيو نريسكيو حنا مريسكين انا راه كاينين كليك قبل ما نقول لك شكون هما كلشي باغي يمشي اخويا بالنسبه للناس هادو اللي كيمشيو للهزره
راه من غدا تجيني انا ولا من هاد اللحظه نمشي. كذبت عليك نمشي. شحال من حاجه ما مفراش لينا فهاد البلاد هادي واخا حنا راه مواليها. راه باش تقول راه ماشي باش تقول مغربي بشي بلاد اخرى راه شي حاجه. واني حنا بالنسبه لينا حنا هنا راه ما كاين لا حقوق لا والو. كاين والو فهاد البلاد معذبين. قول لي زعما كاين الحلم ديالي زعما لا واش نبقى لا الحلم ديالي ديما نمشي لاوروبا. ماشي على نمشي لاوروبا حيت اوروبا راه واعره. لا راه المغرب خير مثال في اوروبا ولكن غير عطيني انا باش نعيش. والله واخا تقول لي سير نيويورك ولا سير البوسطن والله كاين شي حاجه في هاد البلاد زوينه. كل شيء كاين شي حاجه زوينه. يلاه الجامع كيصلوا لها الجمعه. شي حاجه اخرى كاينه اطروا كارت من الفوق حتى لتحت. الزبابل دايعين الدراري ما خدامينش والبلاد فين غادي الله اعلم. والرشوه خدامه خرجوا واحد البرنامج هاك بلغ وهذيك على الكذوب. واش الرشوه كتحيد هاك انت فقير كتجي تخطب وحده مغربيه كتدخل عند والديهم للدار ما كيسولوكش واش كتصلي ولا واش حافظ القران ولا فهمتيني. كيسولك فاش خدام واش عندك طوموبيل عندك البورش لا الجولف ساكن في الضوحه العمران لا فهمتي. بنادم ولا غارو المال ما كاينش داك القلوب البيضاء بحال القوريات. القوريه ما كتعشق لا مال لا والو. اول حاجه كتخطب القوريه ما كاينش صداق اول حاجه. ثاني حاجه ما كيديروش الماكياج زوينات من عند الله فهمتيني. وهادو اخويا لعبوا ولا فقير دابا دوز بحوايج الخدمه عادي انسان يعني موسخ جاي من الخدمه ولا دوز تلقى شي ربعه د البنات تقول لهم السلام راه ما يردوا عليك ما والو. راه نورمال راه تكون جي دير شي بورش ولا شي لامبورغيني راه كلشي غادي يطلع عليك. غتقول لهم غا السلام بالدور تلقاهم كلشي يركب. هو دارو السمطه كلشي بغى البيتزا بغى ماكدونالدز. عارف ولدي شنو تبغى المخزن هو اللي حاكم. انت ما حاكمش انت غير معايا. انا ما غنتحاورش معاك. انا ماشي مسؤول انا سائق مهني. سائق مهني واخا ولدي واخا ولدي اسمعني الكلمه ديالي الراي ديالي. هاد الدوله دوله قمعيه دوله المخزن ما كايناش دوله المؤسسه. وعلاش كتقول دي المؤسسه فاين هيدا المؤسسه اللي كانت على الكمامه وصافي. دابا المشكل كلشي على الكمامه. لا سين انا اللي غنقول وجه لي السؤال وانا اللي غنقول وجه لي السؤال قول لي المشكل ديال دابا. والصباح كتفرع علينا هنايا الراس بالقانون الدوله وشنو بغيتي تضرب رئيس الطاكسيات نتايا تضرب هو شكون تضربوه ماشي بابا يضربوه تسع شهور الرئيس ضربوه ماشي انسان وصافي انسان انسان شي ناس اللي تيبغي يركب على شي حاجه مخطئه. حنايا ما عندناش مشكل مع القوانين. علاش الزباهي اللي عندكم اصاحبي الزباهي هو كتجيبهم على فيه الزباهي كل المقاييس. علاش في اسبانيا كاين شؤون اجتماعيه وكاين عندها واحد البوفوار على على علاش في الطاليان كاين علاش في اليون علاش في الدول كامله كاين الدول المتقدمه اللي كتحترم الانسان. علاش ما يكونش عندنا حنا في المغرب حتى حنايا. لان بيني وبينك راه واخا نخرج شبعان من داري ولابس مزيان ولكن ملي غنشوف هذاك الوليد ناعس حتى طارو الزبل راه الحياه ديالي كامله ضربت في الصفر. انا جيت محمد اش ندير هنا نمشي للحبس مش عارف عمرك 15 عام لي عندي انا مش عارف عمرك 15 عام بغيت تحرق. قادر عليها قادر عليها يا ربح يا ربح. مين كتصبح هانية شحال حنا كناكلو في الطاولة سيدي انا هي كنا شوية تحنا الحوت شناهي شحال حنا كناكلو في الحوت الطاولة كدا هي كنا شحنا الحوت الكرش. الذين هاجروا وركبوا سفن الموت وأرادوا أن يهاجروا إلى أوروبا هؤلاء الذين كانوا ينشدون في الصبا في طوابير الصباح موطني 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 هل أراك سالما منعما وغانما مكرما. هؤلاء الشباب الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الترانيم الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الأناشيد لم يجدوا إلا الموت والألم والجوع والتشريد واللجوء والقتل. هؤلاء الشباب الذي يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80. هؤلاء الشباب الذين يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80 عاما. حتى كتب أحدهم حتى رسالة إلى أمه قبل أن يغرق وأن يموت وأن يتاجر به تجار السفن والبحر قاتلهم الله. يقول لأمه قبل أن يغرق وأن يموت أنا آسف يا أمي
أنا آسف يا أمي لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك. لا تحزني يا أمي، لا تحزني يا أمي، إن لم يجدوا جثتي فماذا ستفيدك جثتي؟ ماذا ستفيدك الآن إلا ثمن الدفن والعزاء والشحن والنقل؟ أنا آسف يا أمي لأنني سافرت كغيري من البشر، ولم تكن، هو يقول لأمه، لم تكن أحلامي كبيرة كغيري من الذين سافروا، لم تكن أحلامي إلا بحجم ثمن علبة الدواء لمرض القولون لك، لم تكن أحلامي إلا بحجم علبة دواء ثمن تصليح أسنانك. أنا آسف يا حبيبتي. والله لا تنش عدوه وما كينش لك يشوفه الهدرة، هاش في الهدرة بقاش في الصباح غنديرو غنفعلو الهدرة ما والو عباد الله، راك تموت شوف هاد الشيء، راه ما مسؤولين فينا، بغينا نشوفوهم بغينا نشوفو بزاف عباد الله، كتموت الالاف ديال عباد الله ديال البشر، حشومه كاع شوع عيب وعار عار كاع، احنا خدامين امسريه نهار كامل. الله واحد الوالده عندي مسكينه هي مريضه، الدواء ديالها خصني نديك في امي بالله 300 درهم كل 15 يوم خصك تعطيها لها، منين غتجيبها لها؟ منين عباد الله منين؟ كتمشي كتبغي تخدم كيقول لك 60 درهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا دابا في هاد اللحظة شتي يجي ويقول لي هادشي في سومبرير غنمشي فيه، والله تنمشي بالله. وين كيقراو كيتشمشوا كيشوف تاعي كيقلب حشيش لأنه غادي يبقى ثروة. البنات العداد ممزوجين، ديك النوبة كاتبين ثلاثة الملايين ديال العنيسات باقي ندوب البيت. عنيسات ثلاثة الملايين فين دوم دوم داهم ولا فين؟ كنعرف أنا واحد البلاد في آسيا كيجي الرئيس وكيدير واحد العرس كبير وكيجوج 300 بالعام على حسابه، واكلين شاربين وكيخرجوا لك. وهنا راه لا حول ولا قوه، الدريه ما خداماش وباغا تجوج، والدريه ما خدامش وتا هو ما نعرف فين غادي، هو ثقيل على باه وهي ثقيله على مو، وكل شيء بغى يتفك، ولا حول ولا قوه الا بالله. انا كنشوف هادشي اللي كاين، هذا الواقع واصلا زعما المواطن المغربي مضرور عباد الله، مضرور بمعنى الكلمه، وما كاينش اللي كيحس بك. مازال حنا راه كنقولوا بصحتنا كنهضروا كنحمد الله وكنشكروا، باقي فينا ما كذبش عليك كيما كنتي كتوجو بعدا، والله كنفرح على قلبي واحد الشويه راه بزاف معذبين بمعنى الكلمه. مازال انا راه كنهضر، كاين واحد اخر مسكين غادخل عنده للدار غتلقاه كيشوف عينيه كيف وما كاينش اللي كيحس بك. شو واحد راكب على طوموبيل دايره 100 واحد مسكين ما لاقيش لا لاقيش باش يتعشى خبزه عيب. شوف شي باش حنا من الاحسن غادي نهاجروا نخليو لهم هاد البلاد لكل شيء، غادي نمشيو لاوروبا نلقاو دوك الناس قلبهم بيض اخويا، هادوك الناس قابلين على المعاق على الكحل على الموسخ على كل شيء، كيردوا راجل هادوك الناس فهمتيني، دوك الناس في شكل داكشي باش بغينا نحرقوا، حنا حراقه وغادي نبقاو ديما حراقه، غادي نمشيو لديك البلاد ونتنغرو غنوليو في شكل فهمتيني. ومن الاخر كاتب واحد البلان واحد الدويسك زوين اللي هو سمونا في بلادنا حراقه غنجيبوها في مالاقا، واخا طاكيونا بسيوفه ودراقه عينا من عيشه البراكه. ما عرفتش انا كيفاش غادي نوصف لك الشباب كامل، اي واحد كنتلاقى معه عنده نفس الاحساس ديالي، قليل اللي كيفكر يبقى في هذه البلاد. صافي الدراري كلشي بغى يهاجر، بالخصوص ولاد بني ملال، ما يعني كاين حتى الدراري اللي كيكون في الغربات ما كيجيو في الصيف، يا سلام كتعيش معاهم واحد الوقت زوين. اما انا راه بلا ما كيتضمر اصاحبي، انا راه الا خدمتي واو ما خدمتيش تموت بالجوع، خدمتي ياكلوا لك رزقك وكيما درتي حارتي يا خويا. اما الاحسن اخويا غادي نخويو غنخليو لهم هاد البلاد هادي ونمشيو نهاجروا بحالنا، الله يعاوننا يعاونو. انا النهار غنمشي لديك البلاد راه جامي نولي اخويا وجامي نجي وغنبقى تما. سالير مزيان اصاحبي، تصور دابا، تصور دابا انت عندك جوج وليدات ولا عندك ولد وعندك المدام، راه بوحدك دابا بوحدك 100 درهم ما تقزك النهار، ما تتكمي ما تتشرب ما تدير والو، خصك غداك باقي ما مجوج ما والو، خصك فطور خصك غداك خصك عشاء، بغيت تشرب قهوه باغي انت تشري سما بيترو تشري لعبه او والو. شوف نقول لك واحد القضيه، والهجره في هذه الوقيته راه نافعه ودخلت. وكنقول واحد الميساج، بغيت واحد الرساله بغيت نوصلها، الرساله بغيتكم توصلوها لمن بغيتكم توصلوها، كيسميوها هما دوله عامقه ولا ما نعرف، انا كنسميها مسؤولين فهمتي، كنسميهم مسؤولين كما بغى يكون النوع ديالو مسؤول.
مسؤول على التسيير ديال واحد القطاع في هذه البلاد هذه ياك. كنبغي نقول لكم راه سهل انك تسرق ودير فيلا ودير قصر وتعطي لولادك تشري لهم البنتلي وتشري لهم الفراري وتشري لهم الكورفيت وتشري لهم، ولكن كن اكيد ان ملي غيخرج من القصر ديالو او من الفيلا ديالو غيلقى اسوأ ما يمكن انه يلقاه في العالم باسره، غيلقى ظروف وغيلقى واحد الشارع اللي كحل اللي يقدر يتعرض لواحد المآسي اللي ما كتصورهاش. علاش؟ لانك انت قبل ما تفكر انك تبني قصر فكر انك تبني لولدك وولاد ولدك بيئه خارج هذاك القصر، وخا دير ليه غير ابارتمون فيها بيت واحد ولكن عيش في دار نقيه وفي بيئه نقيه. اما انك تعيش في قصر لداخل وملي يخرج يلقى تما يا كولومبيا راه التفكير ديالكم صفر. ما تفكرش غير في راسك انت دابا حاليا او لا غادي دير باسبور وغتمشي من بعد تعيش في الانجليز ولا تعيش في الالمان ولا تعيش في نو، راه ما كاينش هادشي. فكر في ولادك وفكر في ولاد ولادك وولاد ولادك، وفكر في حاله دارت بك الوقت ها واضطريتي انك تعيش في الشارع مع ولاد الشعب وولادك يعيشوا مع ولاد الشعب. اشنو وفرتي في الشارع هذا؟ ما نقولوا مسلمين باش حنا مسلمين يعني شي حاجه بسيطه نقول لي حنا مسلمين مرحبا باش واحد ناس واحد برد إن لله وإن إليه راجعون. يا قوم تقوا الله راه بزاف راكو كان في هاد البلاد شي حاجة راه ما غيمشيش بنادم عباد الله يموت رمك. لا حول ولا قوة إلا بالله أخويا، لا إله إلا الله. أين ما نهضرو أخويا شي تحال حنا بحال دابا عمري 27 عام ما غاديش عامل حاجه باغي ما كاين لا دار لا دوار لا والو. واش الفريرة عباد الله اش غدير لك؟ اش غدير لك؟ انت ضامن شهريتك وتجي تحقر عليا انا كمواطن؟ اش بغيتي مني؟ نمشي نخطف نقريسي غتحاربني، غنمشي نبيع الحشيش غتحاربني، كنبيع ونشري في الحلال كتحاربني. والدستور اللي عطيني 16 حق، فين هو حق من هاد 16؟ هاد الدستور المغربي كيخول كل مواطن مغربي حق السكن وحق العمل وحق العيش وحق 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 حق التعليم وحق التربيه، وفين هو الحق؟ فين هو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، الحق عدمو الحق. والدوي يديروا لك المينوط ويشتفوا عليا، شتفوا عليا البارح تعدي تكرفسوا عليا ومتفوا عليا لحيتي. ما كاين لا ضمير انساني ولا ضمير مهني، ما كاين الطاحون. نقول لهم فاش يبان لك شي واحد مسطي ماشي تبقى تضحك عليه، كيضحكوا على المسطين هذا المجتمع. ملي بالك شي واحد مسطي زد يحق، ما عندناش اصلا مصالح هذوك فين غيداو الناس الامراض النفسيه المرض العقلي. انا كانسان مسطي وكنقولها كنهضر مليون ديال المسطين في المغرب، كنقول لك الا بالك شي واحد مسطي يا اما ديه يداوى ولا عطيه الثقه، ما بقاوش تضحكوا عليه. المجتمع اللي كيسطي انا كنكون غادي في الطريق كنشوف شي حوايج بنادم بعيد منه وحده ما عندها ما يتصفر لا الزين لا مشيه مقاده وخايفه منك. علاش؟ شكون غيعاونني انا؟ غادي في الطريق وانا مآدي حتى واحد محايد، ما كنلقاش مشكل مع البوليس، البوليس لا ما كنلقى معاه مشكل، كنلقى مشكله مع بحالي انا. الانسان اللي خاصو يتعاون معاك كيبدا يمثل عليك، كنمشي نبرك حدا شي دار نبغي نتكيف كسمع با قرا طاح كيحلوا يطلعوا لك من الشرجم بحال جاي شي شفار اللي ماشي يقول لي باغي نريح عيت باغي نتكيف. هذا هو المشكل اللي كنلقاو خويا فينا حنا الاولين، عاد نشوفوا الناس اللي كيتحكموا في المصير ديالنا. احنا فينا مشاكل وعامري بامراض نفسيه، عامري بالمجتمع، عامر بالنرجسيه، عامر بحب الداس وما كيبغي وما كيعيش الواقع. شوف الأفارقة كل واحد كيجي من دولة. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. وصلنا للنهايه ديال الفيديو اللي عشنا منه دقائق من معاناه الشباب المغاربه اللي خصات لنا الواقع المر اللي كنعيشوه كل يوم في هذه البلاد. بصفتي كشاب من الشباب المغاربه كنوصل واحد الميساج لكل شاب شوماج ما خدامش باقي ما صوبش راسو كيفكر في المستقبل كيفكر باش يخوي البلاد. شوف اخويا الا جاتك الفرصه بين يديك ما تسكتهاش الا لقيتي فرصه اللي غادي تهز بها والديك حس الوضع المعيشي ديالك خرج من هاد القرار كاملة متبلاش اخويا حيت غادي يجي واحد النهار غادي تندم عليها وغادي يكون الفلفات. المهم الفيديو ديال اليوم مقتضف من الواقع اللي كنعيشو كان الشباب المغاربة كنتمنى الفكرة توصل كنتمنى الفكرة توصل للناس اللي مسؤولة على هاد البلاد. اجي اخويا ولا اختي كشخص مسؤول على هاد البلاد دير بلاصتك شاب مغربي واحد البلاد وغادي يحس بالالم اللي كيعيشو كل شاب مغربي في هاد البلاد. وكنتمنى خوتي خواتاتي البلان ديال اليوم يعجبكم هكا كان الفيديو وما تنساوش التعليقات والبارطاج واللي باقي مازال ما دارش ابوني يدخل يدير ابوني دابا باش تكبر العائله. ومنظمين باقي نحيي كاع شباب المغاربه بعليكم اخوتي عاصم يفرج علينا كاملين وكنبغي نوصل ديك الساعة كاع الدراري اللي كيعرفو يونس الأكاديمية 90 من بينهم الفردة ديك الساعة خويا أيمن حشمي وخويا محمد الوشيدان ميت زرموني من دوس ميت فلون من دراب وخويا عبد الواحد. المهم هذا البلان ديال اليوم كيفاش كان